هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم ثابتة؟ وهل شفاعته لمن دخل النار أن يخرج منها ثابتة أيضا؟ شفاعته في من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان، من دخل النار بذنوبه يشفع في إخراجه منها، هذه ثابتة في الصحيح، ولا ينكرها إلا المعتزلة وأهل الضلال، هي ثابتة، وهذه ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم. الأولياء والصالحين يشفعون يوم القيامة، والأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يشفع أحد إلا بإذن الله، ولا يشفع أحد إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان. أما الكفار الله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة تكون بشرطين: الشرط الأول أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرتضي إلا أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولا يرضى أهل الكفر والشرك.